عبد الحمد اجل حضرتك اكيد موسم صعب ومهم جدا اسمعك يا كابتن، مهم جدا جمهور النادي الاهلي يسمعك. حضرتك كنت ممتنع تماما على الكلام، وكنت ممتنع تماما على اي تصريحات غير اللي بعد المباريات، التصريحات الروتينيه اللي كانت بتتعمل. عايزين نسمع حضرتك يا كابتن 3 4 دقائق اتكلم عن الموسم اللي فات كله. لا هو موسم صعب طبعا، يعني القصه ما ابتدتش من بدايه الموسم اللي فات، لا من قبل كده. يعني كان عندنا ظروف حتى ابتدت مع بطوله افريقيا الموسم اللي فات. نعم. عمليه تجديد العقود وعدد كبير من اللاعبات ما كانش جدد عقوده، وده اعتقد انه خطا كبير حصل، ان عدد كبير حوالي 10 لاعبات ما كانش تجدد عقودهم. اضطرينا انتظار لان عقوده انتهت، يعني عقوده انتهت، وكان لازم يعني على الاقل يتقعد مع ناس كتيره في يعني وقت مبكر شويه. دي طبعا حاولنا ان نتدارك الخطا دوت، ان تم التفاوض معاهم قبل، واحنا بنستعد لبطوله افريقيا في ناس جددت وناس ما جددتش. حصل طبعا انقسام في الوقت دوت، ورغم كده قدرنا ان احنا نوصل نهائي افريقيا. يعني الفريق ما كانش مركز بنسبه 100%، خسرنا البطوله، ورغم ان احنا كنا بنلعب فريق جامد جدا. كان تقريبا يعني الانقسام حصل جوه البطوله كده، يعني قبل البطوله طب بس جوه البطوله كان خلاص اتعرف ده مين وماشي ولا لا، حتى من الكواليس فكان في يعني مفيش عدم تركيز او عدم. انا بتكلم في حاجات يعني اول مره اتكلم فيها. ما بالظبط انا عايز اسمع حضرتك. رحنا البطوله كان النص الفرقه مجدد والنص التاني مش مجدد، بس ما جددش. ده انت متوقع انه يعني متوقع ان هو ممكن يجدد وممكن ما يجددش، انما ما كانش عندنا اي معلومه ان اللعيبه دي ماضيه في حته تانية، او زي الكلام اللي اتقال. انا اول مره ارد على الكلام ده لانه اثير كتير في السوشيال ميديا وكده. ما كانش معروف تماما اثناء البطوله. استحاله انا لا اعرف ان حد ماضي، استحاله كنت اخده معايا حتى لو اخسر البطوله دي. ده مبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليها، ولو انا عندي شك في واحد الف يعني 1% انه كان ماضي في حته وهو طالع معايا، استحاله كنت اخده معايا. حتى لو كنت هطلع بفرقه ناشئين كامله ما كانتش هتفرق مع النادي الاهلي، هيقول لك جدد فرقه واعمل فرقه زي ما حصل دلوقتي. احنا جددنا وعملنا ودفعنا ببعض الناشئين يعني مع بعض الخبرات. اجابه صريحه ورد على وقت ساعتها كان الكلام. النقطه دي مهمه جدا، لو اي لو كان عندي معلومه 1% ان في حد ماضي بره النادي الاهلي، استحاله كان يطلع معايا. كان الكلام كله ان احنا هنرجع من البطوله هنتكلم في التجديد، هنتكلم ونقعد مع بعض، احنا عاوزين نركز في البطوله وعاوزين الكلام ده. كان هو اللي حاصل ساعتها. رحنا طبعا هناك للاسف ناس ما كانتش مركزه طبعا، عدم لعب المحترفه، خسرنا في النهائي من فريق كينيا. كان فريق جامد جدا عكس البطوله اللي هي اتلعبت الاخيره دي. منتخب كينيا تقريبا كله كان ملموم في فرقه واحده، احنا لعبنا من غير محترفه، ورغم كده كانت المباراه قويه، كنا نقدر نكسب لولا عدم التركيز اللي قلت لحضرتك عليه. طبعا اللعيبه مشيت خلاص، انتهى الموضوع، بقينا عندنا مراكز كامله فاضيه.